قطاع الأشغال العمومية على مستوى ولاية عنابة سيكون إن شاء الله هذا الثلاثي موعد الانطلاق في توسعة ميناء عنابة وتحسين في العمق نتاعو وزيادة مراكز لرسوم الباخرات من الحمولة الكبيرة تاع الشحن استعدادا لاستقبال للفوسفات مادة الفوسفات لفخامة رئيس الجمهورية أمر أن تستغل بقوة. حاليا ينقل مليون يعني طن من الفوسفات من بلاد الحدبة من بير العاتر نحو ميناء عنابة، راح ننتقل إلى 10 مليون، وهذا الشيء يقتضي عصرنة الميناء وكذلك الشروع في عصرنة خط السكة الحديدية ما بين عنابة إلى غاية منجم الفوسفات على مسافة 400 كيلومتر. الأشغال إن شاء الله تنطلق بداية هذه السنة. سنستمر في تطوير الطريق الوطني رقم 16 اللي هو طريق تاع تبادل حيوي جدا، الطريق الوطني رقم 84 والطريق اللي يربط خاصة بين سيدي عشير أو عين عشير مع شاطئ جنان الباي في بوخرات حتى نخلق انسيابية في هذه المنطقة السياحية.